وهلأ بدنا نحكي عن مصطلح جديد اسمه Elevator Pitch. Elevator Pitch هو تخيل حالك موجود في الأسانسيل مع مدير الشركة أو صانع قرار، وعندك من 30 إلى 60 ثانية إنك تعرف عن نفسك بطريقة إنك تبيع نفسك لإله. فإيش هي Elevator Pitch؟ بتقسم إلى ثلاث محاور: مين أنا؟ شو بسوي؟ كيف ممكن أفيدك؟ فأنا خالد الأحمد، أنا مدرب إعلام اجتماعي، إذا بتعطيني ربع ساعة من وقتك ممكن أشرح لك كيف ممكن أضيف فائدة إلى الشركة تبعتك. فهذه العبارة اللي هو Elevator Pitch، إذا دربت عليها بشكل يومي من دقيقة إلى ثلاث دقائق راح أتقنها، ولما يجي الوقت أني أنا أكون مثلا في مقابلة عمل أو أقابل مدير معين وأعرف عن نفسي بالطريقة هذه، راح تكون تطلع أني أنا واثق من حالي وفيها الصفات اللي حكينا عنها. وصلك الإيميل أنه في مقابلة عمل لإلك وبعتوا لك العنوان، بس أنت عمرك ما رحت هناك. مهم جدا أنه قبل بليلة تروح بالسيارة تبعتك أو مع صديق وتشوف بالضبط وين مكان المقابلة، مش تترك حالك للمفاجأة تاني يوم وتروح وتدور وتتأخر وفي زحمة ولا ما في زحمة. فمكان العمل مهم جدا أنك تلاقيه وتكون محضره قبل بيوم. إيش نوع التحضير اللي ممكن أعمله قبل مقابلة العمل؟ مهم جدا أنه أنا أكون حافظ السيرة الذاتية، سألوني أي سؤال من أي سنة لأي سنة اشتغلت، أن أنا أكون حاكي صح وحافظها. هاي أول إشي. تاني إشي مهم جدا أني أبحث عن الشركة وأبحث عن الشخص اللي راح يقابلني، أشوف البروفايل تبعه على منصات التواصل الاجتماعي، على الإنترنت، أسأل أي أصدقاء، أكون عندي شوية بحث عن الشخص، أي معلومة إضافية ممكن تساعدني. تذكروا أول 10 ثواني بقرر المدير إنه حيعينك ولا لا، فمهم جدا إني أكسب ثقته من كل الشغلات اللي أنا بحضر له إياها. بعدين إيش هي الوظيفة بالضبط؟ أشوف الوظيفة المطلوبة مني، إيش هو المسمى الوظيفة، إيش هو الوصف تبعه بالكامل، وكيف ممكن إني أدرس عن الموضوع أكثر وأكثر. الشركة إلها شغلة اسمها Company Culture، مجتمع الشركة. إيش هو؟ مجتمع متحافظ ولا مجتمع مثلا منفتح، ولا بيشتغلوا مثلا Open Door Policy، ولا مثلا عندهم روح الفريق عالية ولا لا. ومهم جدا برضو أسأل عن نوع مجتمع الشركة وكيف ممكن أني أنا أكون جزء من هذا المجتمع. تخيلوا أنه إيش نوعية الطعام اللي بتاكله قبل المقابلة بأثر على المقابلة. فمثلا إذا بدك طعام يساعدك في طاقة إضافية بدك تاكل بروتين ممكن زي البيض. إذا بدك طعام لتصفية الذهن مثلا ممكن تتناول مع بعض الطعام اللي بيحتوي على مضادات الأكسدة والميجا 3. وبدك طعام بخفف من التوتر بدك المكسرات مثلا تحتوي على المغنيسيوم اللي هذا بخفف من التوتر قبل المقابلة. فالطعام مهم جدا إيش أكل قبل المقابلة. هلأ بدنا نحكي عن موضوع حساس، مهم جدا الاعتناء بالنظافة الشخصية. فمثلا مزيل العرق مهم جدا، يعني لازم استخدامه بطريقة صحيحة. البرفيوم ما بدنا نسوي أوفر، بالنسبة للنساء ما يحطوا ميك اب أوفر ممكن يعطي انطباع خاطئ. الأظافر المتآكلة بيعطي انطباع سيء عنك. أنا ما بحب ألبس بدلات، ولكن في المقابلة لازم تروح لابس بدلة، ما في أي مجال آخر. مهم جدا تعطي انطباع صحيح عنك. هلأ وصلنا للشركة، مهم جدا نوصل قبل بعشرين دقيقة، ندخل على الحمام، ننشط نفسنا، نتمرن على الابتسامة، مهم صدقوني، نمشي بثقة واعتدال. لما أدخل على الغرفة مهم أني أنظر في عين المقابل وأبتسم، مهم جدا. ولما أسلم وشوي يكون فيها فيرم، هاي مهمة جدا، لأنه اللي بسلم هيك برمي إيده بتعطي انطباع سلبي عنك، واللي بشد كتير بيعطي برضو انطباع، بس يكون شوية فيرم، هذه مهمة لك. دائما العبارة الأولى مهمة جدا: أنا خالد الأحمد ومتواجد هنا للمقابلة العمل. إذا كانوا أكثر من شخص بسلم عليهم واحد ورا الثاني، بتبدأ باليمين
لما أحد بيسألك أي سؤال ما تدير وجهك ولكن دير جسمك بالكامل له. فأي حدا بيتواصل معك كل جسمك لازم يروح له في الإجابة. قبل ما ندخل مهم جدا نطفي الموبايل تبعنا، اطفيه لاي سايلنت ولا مسنود، اطفيه 100% يكون مطفي، تحطه بجيبتك. فبدي أحكي لكم هلأ بعض النقاط اللي هي مهمة جدا وندير بالنا عليها لما تقعد. مهم جدا أنه نستناهم لما يقعدوا، بعدين أنت بتقعد وبتقعد مستقيم، مش من حني لورا ولا من حني لقدام كتير، بتقعد مستقيم. أي حركات لا إرادية، إيدك بتتحرك، إجرك بتروج، وقفها. مهم جدا تفرج أن أنت واثق من حالك. ففي بعض هون النقاط دي أحكي لكم عنها. إذا حدا أعطاك البزنس كارد تبعه، فلما يعطيك البزنس كارد من هون بتمسكه بتحطه قباله، بزنس كارد هون بتمسكه بتحطه قبالك، كل شخص البزنس كارد مقابل لإله. حلو. فمثلا حلو انك تحط مثلا بدل بدك ما يكونوا مشابكين ولا يكونوا على الطاوله، يكونوا على المقعد عندك هنا. لما حدا بدي يحكي معك او انت بتطرق للجواب ما في مشكله تحكي تحرك ايديك، بس كل إشي شعوري ما في مشكله تسويه، كل حركات لا شعوريه ما تسويها، كل حركات اللي هي بتبين انك انت نيرفس عصبي ما تعملها، خليك تكون انت شاعر بكل بتواجدك وكل إشي انت عم تعمله. لما يسألوك أي سؤال اسمع السؤال للكامل، وانت عم تسمع خد شهيق، ولما بدك تجاوب طلع تنفس وبعدين جاوب. حلو. مهم جدا انه ذهنك يكون صافي وبتجاوب. اذا ما فهمت السؤال بحكي لو سمحت ممكن تعيد السؤال، او ممكن تعيد السؤال في صيغة ثانية. في مقابلتين بحياتي رحت على المقابلة كان كل إشي تمام، وبعدين سألوني أسئلة مستفزة وأنا استغربت ليش عم بيسألوني السؤال هذا اللي ما إله دخل في الوظيفة. بس هذا السؤال بيسألوه بعض المدراء عشان يشوفوا كيف تجاوبك مع تحت الضغط، لما يصير عندك مثلا حدا يحاول يستفزك كيف أنت بتنفعل، بتعصب ولا تستثيء منه ولا بتجاوبه بإيجابية. فكون متحضر لنوع أسئلة بيكون مستفز، تكدير بالك. مهم إن نكون إيجابيين خلال المقابلة وما نذكر أي وظيفة سابقة بشكل سيء أو سلبي، مهم جدا. ما حدا بده يشغل حدا سلبي عنده، ناس بدهم يشغلوا ناس إيجابيين وناس سعداء. ما عمرك تسأل عن الراتب أو أي مواضيع مالية في المقابلة، هم رح يسألوك، ما في مشكلة أنت بتجاوب أو بتحكي لهم حسب المسمى أو الليفل الوظيفة اللي عندكم. وبننهي المقابلة بشكرهم على وقتهم الثمين، وبسألهم متى ممكن تسمع منهم، وإذا عادي أنك تبعت لهم إيميل بعد 3 أيام إذا ما سمعتش منهم. وبعض الأحيان إذا كانت شركات كبيرة ما في مانع أنك أول ما تروح على البيت تمسك البزنس كارد تبعهم تبعت لهم إيميل شكر على المقابلة. وهيك إن شاء الله بكون أنت أعطيت انطباع جيد عنك خلال المقابلة، وبالتوفيق.